السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدايدي. أخيرا أبل سمحت أنه نقدر الآن نحذف حساب الأبل أي دي الخاص فينا. حساب أبل، لو عندك حساب أبل حابب تحذفه بشكل نهائي تقدر الآن. في السابق ما كنا نقدر نحذفه، وكان عليك حتى لما كنا نتصل على أبل نبغى نحذفه يقول لك أتركه وسوي إيميل جديد وسوي حساب بي جديد. لكن الآن صار بإمكانك أنك تحذف حساب الأبل أي دي الخاص فيك لو أنت حابب تلغيه بشكل نهائي وتسوي حساب جديد على نفس الإيميل أو إلى آخره. يعني شوف أنت إيش تقدر تستفيد منه. أول شيء عليك تسويه إنك هتدخل على الصفحة اللي بسيب لك هي، أو الرابط اللي بسيب لك هو بصندوق الوصف أسفل الفيديو. هذه هي الصفحة، هتكون بصندوق الوصف. أول ما تدخلها طبعا هي الطريقة عن طريق جهاز الكمبيوتر، ولكن الآن هنستخدم من نفس الجهاز بدون حاجة إلى الكمبيوتر. أول ما بتدخل الصفحة بتضغط على السهم اللي بالأسفل، وبعدها بتختار اللي هو طلب موقع سطح المكتب، يعني كأنك بتتصفح من جهاز الكمبيوتر بهذا الشكل. طيب بعدها هتضغط، هتحط طبعا إيميلك اللي أنت حابب تحذفه، بعدها بتضغط هذا السهم عشان تدخل كلمة السر. طيب بعد ما دخلنا كلمة السر حنضغط السهم هذا اللي هنا، الآن بيسجل دخول. طبعا أكيد لازم تكون حافظ الأسئلة السرية، أو لو أنت رابط حسابك بالتحقق بخطوتين اللي هو بيجيك على رقم جوال أو على جوال ثاني بعد ما بتجاوب على هذا الشيء. طيب الآن جاوبت أنا على الأسئلة السرية وحسجل دخول عادي جدا. الآن بيجيك تحت اللي هو البيانات والخصوصية. الآن هنا بيجيك إدارة البيانات والخصوصية. طيب هنا زي ما هو طالع قدامنا اللي هو هذا المتصفح غير مدعوم، فحنضغط على هذا السهم مرة ثانية ونطلب طلب موقع سطح المكتب، لأنه بيقول لك هنا استخدم كمبيوتر. طيب رجع يطلبنا تسجيل الدخول، نسجل دخول عادي. بعد ما حطينا الإيميل وكلمة السر بنضغط السهم. أيضا جاتنا الأسئلة السرية. بعد ما جاوبنا على الأسئلة السرية الآن جاني الخيارات اللي هو تصحيح بياناتك أو حذف حسابك. حنضغط على البدء. طبعا هذا بيحذف لك الحساب بشكل نهائي، لاحظ معايا، لن يكون بالإمكان الوصول إلى مشتريات الآيتونز. بيحذرك جميع التحذيرات، يعني بتلغي الحساب ما كأنه له وجود بالحياة. طبعا لازم تقرأ هذه كلها بعد التأكد من الكلام اللي أنا جالس أقوله، أنه ما في أمل يرجع الحساب بعد حذفه، وحيسجل خروج من جميع الأجهزة اللي مسجل دخول فيها وإلى آخره. طبعا هذه تفيد ناس كثير ما هو داري أصلا الأجهزة إيش اللي مشغلة فيه، يعني اللي بيلغي حسابه بشكل نهائي. هنا بيقول لك حدد السبب، تقدر تحدد أي سبب أنت. أريد إفحاض خصوصية بياناتي، التوقف عن استخدام حسابي، انه مخترق، يعني اختار اي سبب، او هنا اكتب السبب الحقيقي. بعدها تم، بعدها متابعة. بمجرد ضغطك على كلمة متابعة بيطير الحساب ولا بيكون له اي وجود. طبعا الاسئلة اللي حتدور في ذهنك الان، لو انا ما اعرف كلمة السر لحسابي، لو انا ما اعرف اسئلة الامان لحسابي، لو انا ما اعرف التحقق بخطوتين لحسابي، او ما اقدر اسجل دخول لحسابي لأي سبب إن كان، كيف أقدر أحذفه؟ أكيد ما حتقدر تحذفه، لازم تكون عارف بياناتك كاملة، زيه زي أي موقع، لو ما مثلا تويتر، إنستغرام، سناب شات، أي حساب ما تعرف كلمة السر حقته، أكيد بشكل طبيعي ما تقدر تحذفه، لأنه لو كده حتصير الحياة سهلة جدا، أي أحد يقدر يحذف أي حساب لأي شخص آخر، يعني أنا أقدر أحذف حسابك في تويتر لأني ما أعرف كلمة السر. أقدر أحذف حسابك في الانستغرام لأني أيضا ما أعرف كلمة السر، لكن اللي يمتلك أي كلمة سر لأي حساب في العالم يقدر يحذف الحساب أو يعطل الحساب بشكل نهائي. هذا هو كان نهاية الفيديو، يعطيكم ألف عافية، لا تنسونا من لايك وسبسكرايب بالقناة، ونشوفكم على خير.